أنا صاحب السمو الملكي الامير علي بن الحسين الكنائس المسيحيه في الاردن بمناسبه عيد الفصح المجيد وخاطب سموه في تغريده له عبر حسابه الخاص على تويتر قائلا اخواتنا واخواننا المسيحيين كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه وانتم تحتفلون بعيد الفصح المجيد في بيوتكم داعيا سموه للعائلات المسيحية أن يحتفلوا العام القادم بكنائسهم ومع أقربائهم وأصدقائهم كما هنأ كل من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز المسيحيين في الأردن بعيد الفصح المجيد حثين إياهم على إقامة الصلوات في المنازل التزاما بقرار حظر التجوال وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم